عليهم ولا عندنا ولا خصنا عند ظهر الواو لان مع الواو
مسلمة عندها ثلاثة ديال الأحكام، ثلاثة ديال الأحكام. الحكم الأول الإخفاء، وهو ملي كتلاقى الباء عندي قلنا بحال أنبئهم بأسمائهم ربهم بهم، الباء الميم ساكنة بعدها الباء إخفاء شفوي، هذا الأول الحكم الأول. الحكم الثاني الإدغام، الإدغام ثاني في حرف واحد من الميم للميم، إذا تلاقى الميم ساكنة ثم ميم متحرك تضرب في الميم إدغام بغنى. وما بقي إلا خمسة حكم ثالث إدغام، حيث غير الباء والميم، الميم للميم، حيث عاد الميم للباء والميم للميم شيء أو شيء إدغام، أيضا عليهم ولا بالهم شحال هنا إدغام إدغام، ما كاينش الباء ما كاينش الميم، أمور واضحة. مادام ما كاينش الباء باش يكون إخفاء شفوي، ما كاينش الميم باش يكون إدغام من الميم إدغام صغير، ما كاينش الباء والميم، كاين الإدغام عليهم ولا الضالين. هذا المد شنو كيتسمى الضال؟ شنو سميتها المد؟ شنو سميتها المد اللازم؟ ولا الضالين. هذا الاخير عارف انا عارف واحد مزيان هذا واحد ساهل بدا كان كرر الامور اللي دازت هي اللي ما نزلتها شنو صرف على هذا؟ شنو كنت غادي نعرف صرف على هذا؟ هما زعما الفيلم نقرأ إن شاء الله قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، نزيدو نوضحو هاد
الاولى شنو عندنا هنا؟ البلاد. عندنا الهمزه هي بدل هذا متصل واضح ياك؟ إذا كانت الهمزة هي الأولى عاد حرف من بدل كان حرف من هو أول الهمزة هي بدل متصل حتى اليمين هذه حرف من الهمزة هي الأولى الهمزة هي الأخرى الأولى الله يبارك فيك. في مكان 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 في
لأن النون هو النون خفيف هنا. أيضاً كتقصي بين النون يتخفى ويقول بأنه النون خصك ما تطلعش الإنسان ديال الفوق ما تطلعش فيه.
سبعة. هادو لا جاوا بعد الربع تفخر. بعد الربع تكون مشتركة في النادي وجا هذا الشيء من البعد ولكن هادو لا الخاخة لنا تحسوش بحال إخراج إخراج تضحك ولكن بالنسبة القاف الفراق الفراق هي خصها تكون مرتقبة ولكن جا القاف بعد الربع عقل الضرب Yeah.
لما فيها أمور
كان واحد. سبحان الله وبحمده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.